بقيت شبهتان، أما الأولى فهي أنهم زعموا أن عمر أراد أن يحرق بيت علي بمن فيه، وأنه جاء وطرق الباب ثم دفعه فكسر ضلع فاطمة ودخلت المسامير في جسدها وأسقطت جنينها وهو محسن، هكذا زعموا. وما علم هؤلاء المساكين عندما يتكلمون بهذا الكلام عن عمر أنهم لا يطعنون في عمر وحده رضي الله عنه، بل الطعن أيضا مترتب على علي رضي الله عنه. إذ أنه باتفاق أن علي رضي الله عنه كان حاضرا لهذه الحادثة ولم يحرك ساكنا أيضا باتفاق. أخي، ضع نفسك مكان علي، هل كنت ستسكت وتضرب زوجتك ويكسر ضلعها وتدخل المسامير في جسدها ولا تحرك ساكنا؟ هل تقبل هذا؟ أنا لا أقبله، لو صنع هذا بزوجتي فإني لا أقبله، فكيف تقبل هذا؟ أنت أيضا لا تقبله، فهل ترضى أن تنسبه إلى علي؟ هذا لا يمكن أن يكون. فالقصة إذن باطلة من أساسها. وأما عزم عمر على تحريق بيت فاطمة أو بيت علي لمن تأخر عن البيعة، فنقول أولا لم يكن هناك تأخر عن البيعة على الصحيح كما بيناه، بل بايع الجميع أبا بكر، هذا أمر. الأمر الثاني، القصة منقطعة، راويها أسلم، اسمه أسلم والد زيد. أسلم هذا لم يكن موجودا في تلك الحادثة، فهو رواها عن شخص، وهذا الشخص الله أعلم من يكون. فالقصة لا تصح، لا في هم عمر بإحراق البيت، ثم القصة التي هي أبطل وأشنع، وهي أن عمر ضرب الباب فكسر ضلع فاطمة رضي الله عنها، كل هذا لا يصح منه شيء. ففاطمة عند أمير المؤمنين وعند جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكرم من أن يفعل بها هذا. كيف وعمر يتزوج بنت فاطمة؟ إن كان عمر فعل ذلك وكسر ضلع فاطمة وقتل جنينها وتسبب في وفاتها، فكيف يقدم علي بعد ذلك فيزوج لعمر أم كلثوم بنت فاطمة؟ ألم أقل لكم إنه في النهاية يكون طعنا في علي رضي الله عنه؟ وليس الأمر كذلك. وما كانوا كذلك، كانوا يحب بعضهم بعضا ويعطف بعضهم على بعض ويحترم بعضهم بعضا ويجل بعضهم بعضا، خاصة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا علمت هذا وعلمت أن أخت عمر اسمها فاطمة وبنت عمر اسمها فاطمة، عرفت حقيقة الأمر.